محاربة الفساد رانا يوميا يوميا، ماشي الملفات القديمة، الملفات الجديدة. استرجعنا اللي قدرنا نرجعوه. اليوم الدول الأوروبية راها ماشية معنا، تحركت باش يرجعوا لنا. في بعض الأحيان طول على بالك البنوك كيفاش تخدم، البنوك اللي طالحين فيها دراهم تتطلب نفس، ولكن المهم أن الفلوس ماهيش ضايعة. فيه بعض أمور رجعناها بذكاء، الممتلكات اللي في الخارج شي مفروغ منه، الممتلكات في الداخل راكم انتم صحافة بنفسكم راكم تكتشفوا معنا ساعة ساعة أمور اللي ما صرحوش بها حتى أمام العدالة، ولكن رانا نكتشفوها لنا. فيه وسائل تحريات اليوم ما تخلي الدولة تعرف واش كان مكتنز واش كان مدفون واش كان لاكاف اللي كانت مغلوقة إلى آخره. على حساب وزارة العدل تقييم اللي دارته مع الإخصائيين تاع وزارة المالية، فيه ما يقال ما يفوق 22 مليار دولار يعني اللي استرجعتها الدولة. فيه مصانع، المصنع تاع وهران هذاك في الأساس كان 750 مليون أورو، الماكينات زيد الأرضية زيد يعني يقارب المليار دولار، هذا غير مصنع واحد. تصوروا واش رجعنا